فلهذا راح نروح الفاصل. يعني انت معذور مصاب وكذا، وان شاء الله الجايات اكثر من رايحات ان شاء الله. طيب هديتنا من الظهيره للمنتخب راح نشوفها هسه وياك فراس. يمارسون لعبة السلام. المنتخب العراقي الذي فرحنا به في بطولة الكاس أمم آسيا فسنشعل من نيران المدن شموعا لكم. هنا ستشاهدون النجوم، هناك أيضا ستشاهدون النجوم، من وطن توقظه الطائرات، من شموس تعانقه دجلة والفرات. سنفرح هذه المرة، سنبتسم رغم التأخر، فإن إحساسي يقول والتقدم قادم. فعلا التقدم سيكون قادم في أي لحظة من اللحظات، ولكن علينا الصبر في قدم الذكاء، لأن المنتخب العراقي هو صاحب روح قتالية عالية جدا وجدا وجدا. فعلا فإن لم أكن أشجع العراق في هذه المباراة فمن سأشجع؟ وإن كان حبي للعراق جريمة فاعتبروني أول مجرم. تصل المحاولة رغم الخسارة، لن أبكي أبدا، لأنهم أسود، لأنهم قهروا كل الظروف، لعبوا خارج أرضهم، لعبوا خارج بغداد، وأنا قلتها في الشوط المرات الثانية يا رجال بغداد عذرا ليس يسترني إن قلت فيكم قصيدا مطرف الشجنة. ارمتوا خلاص، المنتخب العراقي تغلب على كل الظروف، قهر كل الظروف، ومن رغم من ذلك فإنه قدم المستحيل، قدم المقبول. إذا سيداتي أنساتي سادتي، عشاق المنتخب العراقي الجميل، عشاق المنتخب العراقي، عشاق الأسود الرافدين، وأنا أصد هذه الكلمات لتنهمر من عين الأدمع ولتسيلك الأنهار، فقد حان وقت البكاء الذي لا طالما تمنيته. ولتعذروني فلا أستطيع المواصلة سوى بكلمات الختام. مبروك، لا والله المنتخب العراقي قدم مباراة جميلة. مبروك من الميم إلى الكاف لكل عشاق الأسود، لكل عشاق أسود الرافدين، ولكل شخص ساهم في تحقيق هذا الحلم الجميل. هذه هي كرة القدم، أحيانا تفرحك عزيزي المشاهد، وأحيانا أخرى تجعلك حزين، تفاجئك دوما بتقلباتها المجنونة، تسعدك بلحظات ويصيبك الإحباط في لحظات أخرى. مجنون كرة القدم، شوق، إثارة وانفعال. أنا من أكثر المبسوطين لأداء المنتخب العراقي، لقمة المنتخب العراقي. أمامنا شوارزر، لولا الحظ يا شوارزر لا كانت 7 ولا 6، والله كان المنتخب العراقي أفضل، كان المنتخب العراقي أجمل، كان المنتخب العراقي بقمة عطائه. وإن كان حبي للعراق جريمة فاعتبروني أول مجرم. قليل الكلام لكن يعبر بوجهه، يعني اكثر مره اشوف الدمع بعينه، كان يعني والله ما جاي فرحت انا تجيك بس. بس يعني شو تقول كلام دار بيناتنا عن الكابتن حكيم؟ اول شيء اشكر الكابتن حكيم شاكر على ما قاله، يعني قال يعني فالشيء يكون لي فخر ولاخواني اللاعبين ويكون درس ان شاء الله. انا حسيته اب، هو مثل الاب ده يتكلم ويا ابنه، ما حسيته مدرب وده يتحدث. هو يعني اب، يعني أي. يعني اب يعني لكل اللاعبين. يعني كنا يعني بالسفر بالهاي ما نحس باي شيء نقص. هو يكون حاضر يعني فوقانا فوقانا، ايش تحتاج ما تحتاج، هو يكون مثل الاب، والاخوان المدربين همين يكونون مثل
الاخوان يعني بالضبط مدرب واعي مهمته على حسب الاذون، يعرف اعماركم، يعرف انه شو المطلوب يقدمه لكم في هذه المرحله، شلون يدعمكم، واتصور ايضا حازم جدا، صحيح؟ اي صحيح. ويانا علي عدنان. الو الو كابتن علي، شلون صحتك؟ هلا ومرحبا، هلا وبيك. جمعة مباركة عليك، ومشتاقين لك، الملاعب العراقية مشتاقت لك، ولو أنت أخذت خطوة خطوة نحييك عليها، لأن أنت تريد تحترف وتريد تشتغل، بالتالي حتى كل خبرة تكتسبها تكون في صالح المنتخب العراقي. شو تقول يوم للفريق، الفريق العراقي اللي حصل الكأس؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً لحضرتك على هذا الكلام الرائع، أحيي ضيفك الموجود الكابتن همام طارق حبيب وصديق عمري. ألف مبروك الشعب العراقي. الحقيقة المشاعر جياشة، وكلام يعني كلام اللي أقوله مستعد إنه ما أقدر أقوله من كثر الفرحة اللي أعاني بيها، لأنه الفريق حصل على بطولة مهمة جدا، كنا محتاجين هكذا بطولة. أول شيء دافع معنوي للكابتن حكيم شاكر والجميع أعضاء المنتخب العراقي. الحمد لله وشكر الله وفق اللاعبين بهذه البطولة، وأحب إنه من قناتكم العزيزة إنه أبارك لهم في هذه البطولة الرائعة، وهذه الإمكانيات اللي ظهرت في هذه البطولة الرائعة لجميع لاعبي منتخبنا. الحمد لله والشكر، وقلت لك انه مشاعري لا توصف. حاسين بك يا علي، حاسين بك. احنا اليوم في هذا اللي يعني جبنا همام لانه هو قال اني اريد اطلع واقول فتشي للمنتخب واقول شيء للناس واطمنهم، لان هو لعبه اثرت بي انه يقول يا ريت كنت موجود هناك. احنا نقول لك جايات اكثر ان شاء الله، وانت ايضا يا علي اكيد ولائك الاول والاخر هو المنتخب العراقي، وكل ما تحققوه من انجاز داخل او خارج فهو راح يسجل باسم علي ويسجل باسم همام ويسجل باسم العراق بالتالي. شلونك انت ويا المنتخب التركي؟ باي فريق انت؟ انا العب نادي ريجا سبور التركي بالدرجه الاولى الدوري التركي. انا عندي مباريات الان، واعتذر انه ما قدرت انه اكون مع المنتخب بسبب انشغالي مع النادي ومحصله الموافقه، لانه كانت هناك ظروف منعتني من الالتحاق بالمنتخب الوطني. بس احب اقول شيء انه الكابتن همام طارق اقول له حبيبي انه انا على اتصال بك دائما يوميا الحمد لله والشكر، ومتابع اخباره دائما. اقول له انه لا تهتم لهذا الكلام، ولا تهتم اني سبق وانه قلت لك همام انه لا تهتم بكلام الناس، اهتم بالكلام اللي قد يكون يفيدك في المستقبل. انت بعدك بدايه عمرك وبدايه مستقبلك، الكلام اللي طلع عليك انه انت ما راح تلعب كره قدم هذا عار عن الصحه الحقيقه. لانه انت لاعب وعندك طموح انه توصل، وانا وياك متفقين انه شنو طموحنا يكون بالمستقبل. احب اقول لك سوي الشيء اللي انت تريده واللي يرضي رب العالمين، خلي ثقتك برب العالمين كبيره، وحاول قدر الامكان انه ترجع همام طارق اللي كان قبل، وانا متاكد انه راح ترجع وراح ترجع بقوه، لانه ثقتي بيك كلش كبيره. انت صاحب اخلاق عاليه من عائله ممتازه جدا. ربي يوفقك وربي يحفظك، واتمنى لك كل التوفيق. واذا كان اذا كنت يعني تتمنى يعني تريدني احضر اجيك الدبي، انا مستعد انه اعوف النادي مالتي بتركيا، حتى لو صارت لي مشاكل مع النادي مستعد انه اجيك واكون معك. بس لكن انا متاكد، لكن انا متاكد انه انت سبع وشجاع، لانه انا وياك تربطنا علاقه جدا قويه، وانا اعرف انت ايش قد شجاع. لا تخلي اكو بعض الناس يردون يفلشون همام طارق وعلي عدنان والباقي اللعيب. لا تحاول انه تخلي الناس تتكلم عليك اكثر اكثر واكثر. رجع للناس ثقتهم بيك، لانه الناس تحبك وتعرف شنو همام طارق، والجميع يعرف من همام طارق، ماكو داعي اشرح انه همام طارق لاعب كبير جدا، خدم الكره العراقيه، احنا بعدنا صح حسونا لعبنا وحسونا قدمنا للكره العراقيه، لحد الان لم نقدم شيء، قدمنا شيء بسيط، لكن لا تنسى انه اتفقنا انا وياك انه نقدم كل ما عندنا للشعب العراقي. اتمنى من الله انه تشد حيلك والله يوفقك، لانه متاكد انت ما دام تخاف رب العالمين، رب العالمين ما راح يتخلى عنك، لان انت انسان رائع جدا، وسبق وقلت لك انه انت شخص كلش قريب علي. حبيبي هاي قدام الناس قدام المحيط كلها اللي قاعد يسمعني هسه، وقدام رقيه خلي تكون شاهد علي. لا تحتاج انه يا علي لا تحتاج انه تكون بس تتصل علي وقول لي علام محتاجك تجيني، تقبل لها اعوف كل شيء واعوف اختار كل شيء مستعد في سبيل انه انت ترجع للملعب. اشكرك علاوي، علاوي ما تقصر، علاوي اخويا التعلاوي، يعني مو غريب هالاخلاق العاليه وهالروح الحلوه، وشنو الطاقه الايجابيه اليوم اعطيناها يعني من الكابتن حكيم ومن عندك اعطيتوها الهمام اللي يعني شويه حزين هو، لانه شنو هاي يعني والله شوف
شنو هالاخلاق؟ ما اعرف يعني شو اقول لك، انا واخوي يعني تربطنا علاقه يعني كلش كبيره انا وياه، عائليه وغير العائليه يعني خارج الرياضه. الله يوفقك يا علي، كلام حلو اليوم. شكرا لك، شكرا لك، وش اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. توفيق امام حبيبي، دير بالك على نفسك وانا حاضر كل شيء. وترى اشكرك على علاوي على ما تقصر، يعني العب شوط لعبه الصين والفرح العراقيين الجميع ان شاء الله. ان شاء الله بحيل. شكرا علي، ربي يحفظك ويوفقك وين ما تكون يا علاوي. شكرا لك. انا قلت منتخب، هو احد النوادي التركيه مو المنتخب التركي، عذرا يعني. يا همام شنو هاي؟ يعني اشكر علاوي، يعني علاوي واحد يعني مثل اخوتي، اللاعبين كلهم يعني احنا واحد مقرب على الاخ، لاعبين كلنا تتواصل يعني يوميا، تواصل يعني عبر التليفون نتواصل. حاسين بيك لهالدرجه؟ حاسين يعني بيك انه انت احنا انت يعني بشرتهم الناس وقلت ماكو ماكو شيء ان شاء الله. ليش اشاعات هوايه عليك؟ يعني مع العلم انه انت بديت من 2010 اي وجذبت الانظار، لان انت لاعب بالمنتخب الوطني ولاعب بالمنتخب الاولمبي ولاعب منتخب الشباب، وكنت في فريق نادي القوه الجويه فريق العريق. يعني برزت خلال الفترة، بس هواي طالتك شائعات وهواي وقع عليك ظلم. شلون بدأت تتعامل وياها؟ يعني كل من يعني يصير بهاي الموقف يعني وبهذا البكان إيه؟ يعني لازم واحد يحسسه بأن يعني عنده نقوصات وهاي، فيظل يحكي عليه بالصحف بالجرائد بأحد المواقع. بس أنا الحمد لله وشكر تجاوزت هذني كل الأشياء، وإن شاء الله أرجع، إن شاء الله أرجع على الملاعب بأقرب وقت، وأرجع بقوة إن شاء الله للمنتخب الوطني. عندنا إن شاء الله لعبة يوم 3 بالشهر مع الصين. جد أسألك شنو أقرب شيء هسه بعد أي مباراة الصين؟ إن شاء الله مباراة الصين، هاي إن شاء الله شهر 3 هي تصفيات آسيا إن شاء الله. إن شاء الله إحنا هي اللعبة نكون أو نكون، يعني إذا نتعادل احتمال نطلع، بس إن شاء الله إحنا كنا وأخوتي اللاعبين والكادر التدريبي عازمين عن الفوز ان شاء الله. انت متحمس لها طبعا؟ انا متحمس. واللي موجودين نقول لهم هو سليم ومستعد وكله حماس ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت اليوم في الامارات لانه عندك عقد مع النادي الاهلي الاماراتي، لحد الان ما اخذت وياهم اي مباراه، لان انت الان تعالج من اصابتك. شوف النادي، انا اشكر النادي الاهلي الاماراتي على استضافتي وعلى علاجي وعلى كل شيء ما يكون لهم اي تكفل لهمام طارق. ما قصروا وياي باي شيء، يعني ان شاء الله انا اكون شهر 3 ان شاء الله عقدي يصير مع النادي الاهلي الاماراتي. النادي الاهلي الاماراتي من يعني احسن النوادي اعتقد يعني حاليا في الامارات، متصدر دوري وهسه عنده مباراه مع العين نهائي، يعني نهائي فريق قوي الكاس. بس ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي الاماراتي، واشكر يعني شكو واحد يساهم بهذا النادي من رئيس النادي الى اصغر واحد بالنادي، اللاعبين كلهم ما قصروا وياي يعني مثل اخوتي احسهم. وان شاء الله اكون يعني عون لهذا الفريق واكون يعني فشي كبير لهذا الفريق. وهم بالفعل احتضنوك وقدروك وتكفلوا بيه لانه توسموا بيك خير، وهم عينهم عليك من ايام من كاس الخليج. من كاس الخليج مو صحيح؟ الشباب هنا صارت كاس اسيا صحيح برزت، فهم بالتالي يشجعوك وهم بالتالي يحبون العراقيين. يحبون العراقيين، لهم محبه خاصه للعراقيين. اي صحيح. ويقدرون كلش الوضع ويقدرون اللي يجيهم منه، بالتالي هو بلد شقيق. بلد مو وانت صدق على طريق الاحتراف، هم اذا انت احترفت عينك على اي نادي اوروبي؟ لان انا سمعت انه انت مصر انه تحترف باحد الانديه الاوروبيه. والله شو انا جاتني يعني اكو اتفاق بينك وبين الاهلي اذا جاء اول الاهلي يعني ان شاء الله اكو هيك اتفاق بنادي ايطالي ان شاء الله اتفقوا ويا النادي، بس بعد اجراءات ان شاء الله تكون يعني حلوه الاخبار. اي كلش حلوه ان شاء الله، وان شاء الله اروح لايطاليا، يعني اتمنى العب باوروبا وارجع للخليج ان شاء الله. ربي كل التوفيق، وان شاء الله نرجع نشوفك بكل المباريات حاضر وبكل المنتخبات ان شاء الله. اخر سؤال، منتخب القوه الجويه اذا استدعاك الدوري ترجع لهم؟ طبعا انا هسه راجع ان شاء الله، راجع للنادي القوه الجويه. نادي القوه الجويه غني عن التعريف، اسماء بي يعني يعني لامعه يعني الاسماء بهذا الفريق. فريق يعني تأسس يعني من عام يعني ما أعرف يعني عام 1600 وهيجي، يعني فريق يعني أتمنى كنت ألعب بيه وأنا صغير ولعبت هذا الفريق وحبي لهذا الفريق. هم طلعت علي إشاعات أنت تأوف الجوية، هاي ماكو هيجي شيء. إن شاء الله أنا ابن الجوية وابن هذا النادي وأنا أحب هذا النادي، وإن شاء الله وفائي كله لهذا النادي.
طيب يا همام، انا بس عذرا انا اقول نادي اقول منتخب اي عادي في صنع الدقائق يعني. طيب شكرا جزيلا لك، نورتنا اليوم، وان شاء الله يا ربي تكون هذه هاي الاصابه تكون اخر اصابه، ودير بالك على نفسك هيك وما تهملها، اوكي، والتشخيص يكون مضبوط، يعني اذا شويه وجعك شيء راسا نروح طبعا واحد يتعلم من التجربه. صحه وعافيه وسلامه ان شاء الله. شكرا جزيلا، نورتنا اليوم بالظهيره. اشكرك اشكرك واشكر هذا قناتكم الجميله، واشكر العاملين خلف الكواليس، واشكركم على هاي الاستضافه الحلوه.